وبدبي أيضا تواجد محمد رمضان اللي وصل مباشرة من أمريكا حيث زار عدة ولايات ضمن جولته الغنائية. وحضور محمد لدبي سبب تصوير حلقة ضمن برنامج كاربول كاريوكي بالعربي، وهذا اللي كشفه السوري مخرج البرنامج جو بوعيد. والليلة بنكشف لكم كل جديد محمد رمضان بعيدا عن كواليس حلقة كاربول اللي بنتركها لوقت عرضها، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. يا اهلا وسهلا حبيبي، نور دبي اول شيء. حبيبي الغالي ومنوره بشعبها العظيم وبحكومتها الجميله. بدي لك مبروك على جوله امريكا، شفنا قد الفيديوهات كانوا حلوين. هيك انطباعاتك انت لاول مره عم بتزور امريكا بجوله فنيه؟ والله انا كنت مبسوط جدا جدا ومبسوط برد الفعل وفوق توقعاتي الحقيقه، يا رب ان شاء الله منها الاعلى باذن الله. فمحمد بدا جولته الامريكيه من سانتياغو وبعدها انتقل لهيوستن وكمل حفلاته في نيو جيرسي، وانتشر له فيديو مع واحده من اصغر معجبينه. وإلى جانب فيديوهات حفلاته، محمد نشر مجموعة من الصور مع عائلته اللي رافقته بهالجولة، وأيضا نشر صور له من ميامي أثناء تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة. التعاون مع واحد من أهم الرابر الموجودين في أمريكا في الوقت الحالي فيوتشر، صورنا 3 أيام، يوم في شيكاغو ويومين في ميامي. من حالة بالجمل بنص الطريق بأمريكا، الجمل والبرايفت جيت في الشارع، صورنا برايفت جيت ماشية في الشوارع شيكاغو، عملت برضو حالة جميلة في الصحافة هناك والناس في الشارع كانوا مستغربين من الحدث. ويا رب أهم حاجة الأوديو يعجب الناس الغنوة. أنت كتبت كلمات العربية؟ لا، الكلمات العربي يعني ما بين أنا ومساري وبرضو شباب من مصر. تعاون مع فيوتشر كيف هيك شايف؟ تعاون جميل جدا. هي الفكرة اتقابلت أنا وسال في نقطة، أنا وهو طموحنا واحد، طموحنا إن احنا الفن العربي يوصل للعالم كله، ولذلك قررنا إن الغنوة الأولى اللي نعملها كإنترناشونال سونج يعني تبقى اسمها عربي. هو سمع التراك، بعد ما خلصت التراك أنا ومساري سجلت في إلي في كاليفورنيا وسمع فيوتشر الغنوة، عجبته جدا ودخل على طول سجل. تعاون عظيم أنا سعيد بيه، ويعني أول تعاون لفيوتشر مع فنان عربي، مبسوط جدا وإن شاء الله الغنوة تنال رضا الجمهور وتكون عند حسن ظن الشعوب العربية كلها. وهالعمل لمحمد يأتي بعد نجاحات كبيرة حققها بالفترة الماضية، أبرزها كان برمضان بمسلسل جعفر العمدة. كيف لمست نجاح جعفر العمدة بأمريكا؟ والله لمسته في كل مكان في الدنيا، يعني مبسوط بيه جدا الحمد لله، لان انا كنت مراهن وصرحت قبل المسلسل لما قالوا لي ان ده المسلسل هيبقى في مستوى ابن حلال والاسطوره والبرنس ونصر السعيد، قلت ثقة في الله هيتخطى كل الاعمال دي، وبالفعل حصل بالارقام، يعني هو تخطى كل الاعمال دي، وان شاء الله المسلسل اللي بعده يتخطى اكتر كمان باذن الله. وكملت النجاح بهار اللي كمان ما فينا ما نقول قد ايه، كمان عمل نجاحات كبيره، وهلا سمعت كمان حينزل على واحده من البلاتفورم العالميه كمان ينحضر اسفيل ان شاء الله. وطبعا سعيد بهارلي جدا وسعيد بالنجاح الجماهيري والايراد المحترم للفيلم، بالرغم ان الفيلم اتعمل في وقت قياسي، وبتمنى التوفيق في عيد الاضحى ان شاء الله بفيلم على الزيرو بيشاركني البطوله فيه نيلي كريم، تاليف دكتور مدحت العدل واخراج العدل وانتاج العدل جروب. يا رب ان شاء الله اكون قد المسؤوليه الكبيره اللي الجمهور مدهاني يعني.